أمر الله في الفيديو ده هنبدأ نحل امتحان نمبر 6 كايرو جوفرنريت. Answer the following question, choose the correct answer. The volume of solid object is measured in الفوليوم بتاع السوليد اوبجكت، فعندي كيوبيك سنتيمتر وعندي كيوبيك متر، مش عندي منهم غير كيوبيك سنتيمتر دلوقتي، يبقى الفوليوم بتاع السوليد اوبجكت بالكيوبيك سنتيمتر. جولد اندستريز نيد سبيس بروسيس، لحظة واحدة رد على الموبايل. طيب جولد اندستريز نيد سبيس بروسيس، احنا عشان نعمل الجولد بنجيب الالوي بتاعت الجولد يعني السبيكة على بعضها القطعة الكبيرة، بعدين نعمل لها ميلتنج يعني ايه، بعدين نسيحها، بعد ما نسيحها نجيبها بقى نصبها في القوالب بتاعتها يعني الاماكن بتاعتها، يعني مثلا قالب على شكل خاتم، مثلا على شكل اسورة، ونسيبها تبرد، لما تبرد تتحول لسوليد تاني. يبقى اول حاجة بنعملها في الجولد بنعمل له ميلتنج، بعدين بعد ما نعمل له ميلتنج بنعمل له كولينج بقى بعديها. يبقى اول حاجة بنعمل لها ميلتنج عشان تتحول لليكويد، بعد كده نصبها في القوالب بتاعتها ونسيبها تبرد يعني نعمل لها كولينج فتتحول للحاجة اللي احنا عايزينها. طيب adding table salt to water with stirring produces، لما نضيف الملح للووتر للمية with stirring يعني وبعد كده نقلب produces ايه؟ a new substance، مادة جديدة؟ لا. a chemical change؟ لا. no correct answer؟ لا برضو، هي physical change، بتديني physical change، هي ما بتدينيش مادة جديدة. المية والملح لو دوت لو جيت انا ادوق المية بلاقي ان فيها لسه طعم الملح، إذا الملح ما اتغيرش وبقى مادة جديدة، فهمنا كده؟ فهي تعتبر physical change. The sun is a star because it absorb light؟ لا. radiate light؟ أيوه هي radiate light. reflect light؟ reflect light؟ لا هي ما بتعملش reflect light. light lit light passes through، بتخلي اللايت يمر من خلالها؟ لا. يبقى السن هي ستار لأنها radiates light، بتطلع light. طيب a pupil placed four marbles of equal volumes. طيب نقول بقى هم في طالب جاب فور ماربلز، اربع بليات من البلي الصغير اللي بنلعب بيه ده، حطها في ميجرنج سلندر، ماشي كده؟ اوف ا بيوبل بليست فور ماربلز اوف ايكوال فوليومز، اربع بليات قد بعض في الفوليوم، ان 100 كيوبيك سنتيمتر جراديويتد سلندر. اللي هنرسم كده، احنا هنرسم كده علشان نبسط المسألة. ادي الجراديويتد سلندر، الجراديويتد سلندر دي كان فيها قد ايه؟ كان فيها 100 كيوبيك سنتيمتر، بعدين لما جاب الماربلز وحطها فيها في الجراديويتد سلندر لقينا ان الجراديويتد سلندر ذا ووتر ليفل ريزد اب تو 120، علي لغايه ما وصل لغايه 120 هنا كده مثلا. طيب هل المية عليت لوحدها كده ولا لما حطينا الفور ماربلز؟ لما حطينا الفور ماربلز. طب عليت لغاية قد ايه؟ عليت لغاية 120، يعني عليت من اول 100 لغاية 120، معنى كده ان هي عليت بالظبط 20 كيوبيك سنتيمتر، صح كده؟ ايوه. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان الفوليوم بتاع الفور ماربلز بالظبط 20 كيوبيك سنتيمتر، 20 كيوبيك سنتيمتر. يبقى هنقول اهو تاني، انا كان عندي ميجرنج سلندر فيها 100 كيوبيك سنتيمتر، حطيت فيها بقى فور ماربلز، لما حطيت فيها الفور ماربلز لقيت الووتر ليفل اللي هو مستوى الميه، يعني الميه عليت لغايه 120، معنى كده ان الفور ماربلز دول هم اللي خلوا الميه تعلى لغايه 120. طيب شوية المية اللي عالي دول اللي هم ال 20 دول هم بالظبط قد الفوليوم بتاع الفور ماربلز، ماشي كده؟ يبقى احنا هنكتب كده ان الفوليوم اوف فور ماربلز علشان نجيب الفوليوم هنقول 120 ماينس 100 يديني 20 كيوبيك سنتيمتر، يبقى ده الفوليوم بتاع الفور ماربلز مع بعض. هو عايز ايه بقى؟ What is the volume of each marble؟ عايز الفوليوم بتاع الماربل الواحدة، فهنقول أهو دلوقتي لو أنا عندي خمس ولاد، ماشي كده؟ ومعايا 10 برتقانات، أنا عايز أقسم العشر برتقانات دول على الخمس ولاد دول، هدي كل واحد فيهم كام برتقانة؟ هدي كل واحد فيهم برتقانتين. عرفت منين؟ أنا رحت قسمت العشرة اللي هو عدد البرتقانات اللي معايا كلهم على عدد الولاد اللي عندي، لقيت إن كل واحد هياخد 2، فأنا دلوقتي عندي الفوليوم بتاع كل الماربلز 20، وعندي في كام ماربلز 4، يبقى الفوليوم بتاع الماربل الواحدة قد إيه؟ فهقول كده فوليوم أوف
each marble equal volume of all marbles، يعني الفوليوم بتاع الماربلز كلها نعمله ديفايد على النمبر اوف ماربل، على عدد الماربل الواحده. الفوليوم اللي عندي اللي هو 20 على عدد الماربل اللي عندي، عندي 4 ماربلز، يبقى كل ماربل الفوليوم بتاعها 5 كيوبيك سنتيمتر. يبقى تاني اهو هشرح المساله من اول تاني. انا عندي اهو، عندي في جراديويتد سلندر فيها 100 كيوبيك سنتيمتر، لما حطيت فيها 4 ماربلز لقيت الووتر عليت لغايه 120، بالتالي الفوليوم بتاع الماربلز اللي حطيتهم دول قد شويه الميه اللي عليوا. طب شويه الميه اللي عليوا دول قد ايه؟ 20. يعني معنى كده ان الفوليوم بتاع الفور ماربل 4 ماربلز 20. طيب يبقى الفوليوم بتاع الماربل الواحده بكام؟ هقسم ال 20، هعمل ديفايد يعني لل 20 اوفر ال 4 ماربلز اللي هو عدد الماربلز، يديني ايه؟ الفوليوم بتاع الماربل الواحده. هنا بيقول لي حاجه مهمه قوي، رايت ذا لو، اكتب القانون. فالقانون اللي هو ده هيبقى مهم نكتبه، ماشي كده؟ طيب complete the following sentences: day and night happen because of the rotation of the space around its axis. day and night بيحصل بسبب الروتيشن بتاع مين؟ مين اللي بيعمل روتيشن؟ الارث بتعمل روتيشن around its axis. while the season of the year happens because of the revolution of the earth برضو around the sun. ايه السؤال ده؟ day and night happen because of the rotation of the earth around its axis while the season of the year happens because the revolution of earth برضو around the sun. الاتنين earth. elements are classified into، ال elements متقسمة لايه؟ متقسمة ل metals و non metals. graphite is a form of carbon and it is a good conductor of electricity. يبقى الجرافيت ده فورم من الكربون وهو good conductor of electricity. matter has ال matter ليها ايه؟ ليها mass and volume. give reasons for burning a piece of paper is a chemical change. الكيميكال تشينج ده اللي هو بيتغير فيه الاستراكشر والشيب الاتنين مع بعض، فهنقول because burning of paper change the shape. هنقول change the structure على طول، المهم عندي structure of the paper، بيغير ال structure وبالتالي هو chemical change، ماشي كده. the earth is called a watery plant. ليه بلانت؟ ليه الارث اسمها مسمينها الوتر بلانت يعني الكوكب المائي؟ لان هي بتحتوي او موجود فيها نسبه كبيره جدا من الووتر. لا كمان، لان هي اغلبها ووتر. انا عندي 71 من البيرسنت بتاعت الارث ووتر، ماشي كده، فاغلبها ووتر. هنقول بيكوز موست اوف ذا ايرث، اغلب الارض is water، عشان كده هي اسمها الوتري بلانت. dark object revolves، write the scientific term. dark object revolves، dark object، object واحد dark revolved around the earth، بيدور حوالين الارض. and reflects the sun rays which falling on it، وبيعكس ضوء الشمس. ده اللي هو مين؟ ده اللي هو the moon، القمر. the amount of matter that the object contains، كمية المادة اللي الاوبجكت موجود فيها، الاوبجكت بيحتويها، هو الماس. matter characterized by having definite volume and takes the shape of its container. قلنا في الامتحان اللي قبل كده takes the shape of its container يعني indefinite shape. اول ما يقول لي takes the shape يعني بتاخد الشيب بتاع الكونتينر، يبقى هي indefinite shape. فكأنه بيقول لي definite volume و indefinite shape. دي مين؟ دي الليكويد. a metallic element that used in making car frames, bridges and street lights. ديت اللي هو الايرن. الايرن هو اللي بنستخدمه عشان نعمل الكار فريمز او الكار تشيزز والبريدجز والستريت لايت. وات هابنز اف سان لايت فولز اون ذا مون. السان لايت وقع على على المون، على القمر. هنقول مون سيمز شايني، هيبان ان هو شايني بيكوز ات ريفليكتس the sunlight، لأنه بيعكس ضوء الإيه؟ الشمس.
يبقى اول ما يقع عليها هيعمل له ريفليكشن. putting a little sugar in a beaker over a flame. عندي putting a little sugar in a beaker over a flame. a little ايه؟ a little spoon. يعني هنحط معلقة صغيرة من الشوجر مثلا، او كمية صغيرة من الشوجر. لا، هنحط كمية بسيطة من الشوجر in a beaker، في بيكر، على الفليم، على اللهب. ايه اللي هيحصل؟ هنقول sugar will burn، هيتحرق، ماشي كده؟ and produce a new substance. ليه بنقول ان هيديني نيو سبستانس؟ ما هو هيبقى سكر. لا، هو لما هيتحرق التست بتاعه هيتغير، الاستراكشر بتاعه هيتغير، التركيب بتاعه هيتغير، فبالتالي هيديني ماده جديده ليها طعم تاني. ده هيبقى كيميكال تشينج، ماشي كده؟ ميلتنج اوف واكس از ا كيميكال. الميلتنج عموما، كل الميلتنج هي فيزيكال، فهو بيقول لي كوركت ذا اندرلايند وورد، صحح الكلمه اللي تحتها خط. فالميلتنج اوف واكس لا، مش كيميكال، ده هو فيزيكال تشينج. يبقى الكلمه دي غلط وهتبقى فيزيكال. كوندنسيشن اللي هي الكلمه الغلط، از ذا تشينج اوف ماتر فروم ذا ليكويد ستيت تو سوليد ستيت، من الليكويد زي الووتر للسوليد زي الايس. ده اللي هو ايه؟ ده اللي هو الفريزنج، كاني بحاول من ليكويد لسوليد، من ووتر لايس. ميركوري او ميركوري از ذا موست بيوتيفول بلانيت. الموست بيوتيفول بلانيت مش الميركوري، هو مين؟ هو فينوس. فينوس. The winter season the length of the day is longer than the length of the night. لا، هو السمر هو اللي فيه اللينس بتاع الدي أطول من الإيه؟ من النايت. mention when use for sensitive balance. السنسيتيف بالانس ده هنقول it is used in ميكينج. بنستخدمه علشان نعمل ايه بقى؟ لا، مش ان ميكينج، it is used in measuring. بيقيس ايه بقى؟ ماس اوف سمول اوبجكت. بنستخدمه عشان نقيس الماس بتاع السمول اوبجكتس. طيب الالومنيوم هنقول it is used in ميكينج. بنستخدمه عشان نعمل ايه بقى الالومنيوم؟ عشان نعمل الكوكينج بوتس، او الالمن، او الفويل بيبر. يبقى الكوكينج بوتس او الفويل بيبر. ان شاء الله في الفيديو الجاي نحل امتحان رقم 7.